بسم الله الرحمن الرحيم. تثمينا وتكريما لشهداء ثورة تشرين الأبطال، ارتئينا نحن ومساهمة منا الفرقة الشرقية للتمثيل بعمل مسرحي بعنوان ثورة الدماء، تخليدا لشهدائنا الأبطال ولإعادة المسار الصحيح حتى يكون العراق ضمن الخارطة الجديدة للوطن العربي. يتضمن هذا المهرجان تكريم لعدد من عوائل الشهداء، وهذا المهرجان طبعا هو المهرجان الأول لعوائل شهداء تشرين الأبطال، ونحن كما عهدناهم المهرجان طبعا والمنهاج يكون منوع وإن شاء الله ينال رضا الجميع. عمل اللي قدمه بعنوان ثورة الدماء تخليدا لأبطال ثورة تشرين، تمثيل الفرقة الشرقية للتمثيل، وإن شاء الله يكون عندنا حسن ظنكم وينال رضاكم. Thank you.
اشبع وتغير الحال، وبعد نيران ما اعلن ولائي، عمامة خامناء جمعة الناس بعد قيطان ما حضر. بسم الله الرحمن الرحيم. من محافظة واسط، مهرجان ذكرى تحديد الشهداء اليوم والليله اللي صادفت هذا المهرجان زامنت ويا التفجير الارهابي اللي حصل يوم امس. اليوم تواجدنا احياء لذكرى شهداء ثوره تشرين، شهداء العراق عامه، السياسيين اللي استغلوا هاي الاسماء والمسميات للسيطره واستملاك زمام الامور بالبلد ونهب خيراته والقضاء على كل آمال الشعب العراقي. اليوم الشباب أبناء العراق باقين صامدين مستمرين حتى تغيير النظام والقضاء على الفساد والمفسدين. شهدائنا الثأر لدمائهم هو تحقيق الإصلاح بالعراق، القضاء على المفسدين هو الثأر للشهداء، هذا ثأر الشهداء، مو ثأر الشهداء أنه أروح أقتل القاتل، لا لا لا، أقضي على الفاسدين. ثأر الشهداء، والشهداء ما يرتاحون إذا ما نقضي على الفساد والمفسدين. عهد من عندنا إحنا كثوار كعراقيين أنه يا أما على خط الشهادة يا أما نقضي على الفساد والمفسدين. شهداءنا خرجوا لأجل الوطن، لأجل بناء بلد، ما خرجوا للقضاء على أشخاص أو مسميات، خرجوا لإحياء بلدهم وإنقاذه من الهاوية اللي حالياً هو واقع بيها. وطبعا احنا البلد جاي يصير الهاويه يوم بعد يوم اكثر. الشباب دماءهم هي اللي راح ترجع العراق لمكانته الحقيقيه ان شاء الله. اليوم اولا عوده العراق، العراق الحقيقي، عوده العراق الحقيقي بابعاد المفسدين، القضاء على المفسدين، عوده العراق لابنائه، لاهله، الشعبه، ابعاده عن الطائفيه المقيته. اليوم احنا هويتنا العراق، ما عندنا هويه ثانيه. الدين المعتقد بيني ما بين الله، ما إلا دخل بهويتي وبعراقيتي، اعتقادي بيني ما بين الله. العراق عراق واحد، كل أطيافه، كل أديانه، كل أشخاصه، كل مسمياته. ابعدونا عن هاي المسميات والمحاصصات، راح يرجع العراق مثل ما كان. الذي بذلوا مهجهم
وأنفسهم من أجل رفعة وكرامة الشعب العراقي. فارتقوا إلى العلي القدير مدرجين بدماءهم بثورة تشرين العظيمة والتحرير. وكان لمدهم أن يحضروا لهذا المهرجان وهذا الحفل التقليدي، لكن واقعا أنا أقول لكم هذا المهرجان لا يقتصر فقط بعوائل شهداء واصل أو الجود. هذا المهرجان نحن نطلق عليه تقليد ذكر الشهيد، ذكر الشهيد بدورة تشرين من أقصاها إلى أقصاها. الحكومة الحالية هي اجت وسلقت على دماء أبنائنا الشهداء، ما يعرفون هو شنو الشهيد ولا يدرون عائلة الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من قال ان ثورة تشرين قد ماتت او قد ضعفت او قد تناساها البشر؟ كل هذا الشباب وكل هؤلاء الناس قد حضر يوم تقريبا شهداء ثورة تشرين المباركة، وخصوصا شهداء محاط واسط الذين احتلوا الى البارحة عز وجل الى البارحة جل وعلا ليشكون مظلوميتهم مظلومة هذا الشعب الذي افسدته، الذي افسد فيها الاحزاب وحزب الحكومات العراقية المتعاقبة من 2003 ولحد الان. إذا نحن موجودين لدعم هذه الدماء، نحن موجودين لإبقاء هذه الثورة المشتعلة، نحن موجودين لغاية التغيير والإصلاح، والتغيير والإصلاح ليس ببقاء هذه السلطة الحاكمة الفائزة في مناصبها. ولحد يوم أمس قد سقط منا شهداء أكثر من 110 بين شهيد وجريح بتفجير جبان غادر حقير، واللي أطال أصحاب البسيط وأصحاب المهن اليومية وكلهم من المناطق الجنوب المسحوقة. إذا فنحن مع التغيير، نحن مع عدم قاء هذه الحكومة وعقب هذا في هذه المناصب، وإن شاء الله تغيير قادم ولكن بالكفاءات وبنكران الذات. هذا تأكيد على أن ثورة ما زالت باقية، هذا تأكيد على ما زال دماء الشهداء في أعناقنا، وإن شاء الله نحن باقون لأخذ بالثأر من كل هؤلاء الطغاة. واليوم العوائل والشباب والمحبين والمساندين والثوار كل موجود في هذا القاعة، وما هو دليل إلا رصانة هذه الثورة وعدم انجرارها الى اي جندات والى اي محاباه اخريه او وما يسمى بالجوكريه. ببقائنا بالساحات وبقائنا في هذه المؤتمر وبقائنا في هذه ورش العمل والتاكيد على الضغط المستمر من جهه على جهه القانون وما يسمى بالقضاء العراقي باخراج القتله وتقديم المحاكمه بصوره صحيحه وعادله، ولا نريد اكثر من ذلك. الحقيقه الى الان الثوره لم تقدم اي شيء ملموس، الى الان ما زالت المحاباه ما زالت المماطله، علما انه السيد الكاظمي كان على راس الجهاز المخابراتي في وقت ما سقط من شهدائنا، ومعروف طبعا قتلهم يعرفون، ولكن مع المحاباه مع ضغط الاحزاب الفاسده مع الاجندات الخارجيه لم يقدم اي فاسد واي قاتل الى القضاء لحد الان. ونحن نبقى ونطالب الامم المتحده المنظمات الانسانيه المدنيه بالضغط لاخراج القتله واسماء القتله وتقديم عداله. نطالب كما سابق من اول يوم خرجنا هو الحقوق العادله للشهداء وللشعب، وان شاء الله نحصل على حقهم ولو بعد حين. يقيم مشروع تخليد الذكرى بدعم من منظمة العدالة الانتقالية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك عمل شبكة فعل مدنية عراقية. مهرجانه هو السنة الأول لمشروع تخليد ذكرى شهداء احتجاجات تشرين. هذا العمل يتضمن بالأساس فقرتي فيلم وثائقي لقصص شهداء تشرين، وأيضا كتاب يخلد قصصهم كما هي حقيقية ل 14 شهيد في محافظة واسط من الصويرة إلى قضاء الحي ومدينة الكويت. هذا المهرجان للسنة الأولى تعاون فيه العديد من المنظمات، العديد من الشباب، الكثير من العاملين فيه لخلد هذه القصص، وستصل هذه الحقيقة إن شاء الله وتكون بعين الاعتبار. المهرجان الهدف الأساسي منه هو نقل الحقيقة كما هي دون انحياز دون أي تمييز، نقل الحقيقة وثائقية عن ذوي الشهداء من أمهاتهم وآبائهم إلى الناس ليعلموا كيف قتلوا، ماذا كانوا يعملون، ما هو هدفهم. هذا المهرجان سيكون كل عام بحلة جديدة.
بعض القصص قد نوهت الى حقائق، واننا نحن نعلم في العمل الاعلامي والثقافي ان لا تذكر اسماء او غيرها، لكن هو نوه واغلبهم لم يكشفوا اسماء قتلتهم سوى الثلاث او اربعه اوائل، اما البقيه حتى الان 10 شهداء من واسط الى جانب 800 الاخرين في العراق لم يكشف قتلهم. أطفال بغداد يسألون
يغتسبون خبز الموت ثم يودعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مهرجان تقليد ثورة شهداء ثورة تشرين السنوي. السنة قام أول سنة ابتداء من هاي السنة وفوق. اسم المسرحية أو اسم المشروع كان يحمل اسم الشهيد محمد الخفاجي شهيد مظاهرات الكوت. أنا أخوه الأكبر مهتدى الخفاجي. من خلال هذا المشروع أو من خلال هذا المهرجان مال اليوم نطالب الحكومة المركزية أنه الكشف عن قتلة ثوار تشرين، تمييز قضية المجرم طارق الجابري، الحكم بالإعدام بسبب قتل الشهيدين حسين الكناني والشهيد محمد الخفاجي. لهسه الحكومة المركزية ما وصلت للحجت فيه قبل لا تصير حكومة، قبل لا تشكل الحكومة حجت هواي حكي لحد هذا اليوم انه ما تنفذ منها اي شيء. اول شيء المجرم نفذ انه المجرم طارق مالك الجابري رائد في قوات السوات في الكوت، المتورطين به من عادل عبد المهدي وجوه. كل المسؤولين هم الموجودين بالحكومه السابقه هم متورطين بمقتل ثوار تشرين. لحد الان اي مجرد انحكم اعدام صالها سنة وأكثر السنة سنة وشهر، القضية ما تميزت. نطالب أول شيء كشف عن قتلة المتظاهرين أجمع، اثنين تمييز قضية المجرم طارق الجابري. من خلال مهرجان اليوم احنا نطالب فيه شيء. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قال الشاعر العربي الكبير أبو القاسم الشاذي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نعم، سينكسر ذلك القيد إن شاء الله بعون الأحرار ومن يسيرون على خطى الحسين عليه السلام ومنهجه. أقيم اليوم في محافظة واسط مهرجانا تأبينيا ووثائقيا عن بطولات شهداء محافظة واسط وأبطال ثوار محافظة واسط. هذه المهرجانات ستستمر إن شاء الله ما دام هناك حرا وما دام هناك ثوريا على يدب على هذه الأرض إن شاء الله وبعون الله. ثورة تشرين هي فكرة ممتدة لأجيال وأجيال. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته والخلود والرحمة لهم. طبعا هناك كانت هناك مسرحيات عدة، وكانت هناك كلمة لذوي الشهداء ونبذة تعريفية عن حياتهم وبطولاتهم أيضا. في ختام حديثي أطلب من الله عز وجل أن يرحم شهداءنا برحمته وأن يديم علينا الأمن والاستقرار إن شاء الله.